بحلم حلم وحش قوي. لازم افوق منه. حلم، لا ده كابوس، كابوس يا حسين، كابوس. هو فعلا كابوس، شكله هيطول شويه. النيابه بتقول انه عمر، النيابه بتقول ان عمر مات بسن الفرين. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني اخويا مات مقتول؟ ايوه يا منار، عمر اتقتل. ليه؟ عمل ايه عشان يتقتل؟ عمل ايه؟ مين اللي كان مقصود؟ وهو مات بالغلط. ليه يتقتل؟ ليه يتقتل؟ جاوبني يا حسين، مين اللي كان مقصود؟ اتقتل بدالي ولا بدالك؟ ما ترد عليا. النيابه شغاله تحقيقات ليل ونهار، وكمان قبضوا على الشيف اللي كان مسؤول عن الاكل في الفرح. هند قالت ان عمر ما اكلش اي حاجه في البيت يومها وكل في الفرح بس. يعني انا كلامي صح، اخويا مات بدالي. انا رايي ان احنا نستنى ونشوف النيابه هتقول ايه. ما ينفعش نتهم حد كده وخلاص. انا مش هستنى حد، مش هستنى حد يا حسام. واللي قتل اخويا قتلوا بايديا دول، ده اخويا، فاهم يعني ايه اخويا؟ اخويا يا حسام، اخويا، اخويا مات مقتول، مش اتقتل ما مات. اخويا مات مقتول. يا حبيبي، يا اخويا. يلا عشان كده سخفت قوي. والله انتي صح. تعالي. مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. ايه؟ انا اسف جدا يا منار. ما تتاسفش يا حبيبي، وانت ذنبك ايه؟ الواحده مجنونه بيك، بتحبك، وانت اي حد يشوفك لازم يتجنن بيك في الحياه.